السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس إسلام عبد النبي. يعني طبعا النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت الأبحاث، يعني والشغل اللي بتسلم عندنا. ففي طبعا الناس بتعاني إنها إزاي ترسم على الوورد الرسومات بتاعت الحاجات اللي كتابة المعادلات بقى، كتابة رسومات الاستراكشر بقى، سواء بترسم كاميرا بترسم قطاع بترسم الكلام ده. فيعني هندردش شوية ازاي مع بعض كده نقدر نرسم الحاجات دي على الوورد. يعني لو برسم قطاع مثلا بشكل معين، لو برسم كاميرا، لو بحط أحمال، لو اعمل الكلام ده ازاي سريعا كده، يعني عشان الناس اللي بتنسق البحث والكلام ده وتبقى الحاجه شكلها كويس واخراجها كويس. يعني طبعا يعني هنبدا مثلا برسمه قطاع. انا هنا من الورد قدامي زي ما انتم شايفين كده، انا من انسيرت هنا هلاقي فيه شيبس. لو انا عايز ارسم اي حاجه في شيبس دي هتلاقي عندك شعاع بقى او خط مستقيم، اشكال بقى باشكال مختلفه، كيرفات، يعني زي ما انتم شايفين كده كل الاشكال اللي عندنا دي. انا مثلا لو عايز ارسم قطاع، عايز ارسم قطاع عباره عن خطوط يعني، فانا هاخد مثلا سي قطاع حرف اي يعني، فانا هعمل خط كده عشان ارسم خط افقي. يعني انا زي ما انا رسمت كده هضغط على insert shapes. لو انا عايز ارسم خط افقي او راسي او بزاويه 45 اضغط على shift وانا برسم. يعني دلوقتي ضغطت على نقطه وبتحرك بالماوس، طول ما انا ماسك ضغط على الشيفت وبتحرك الاقي خط ايه بزاويه افقي تماما، او لو نزلت تحت شويه كده هتلاقي 45. لو حركت السهم كده كل ده وانا ضاغط على الشيفت وضاغط على الكليك الشمال بتاعت الماوس هيفضل يبقى معايا راسي. يعني طول ما انا ضاغط على الشيفت بيخلي الخط مش حر، الخط ايه يا اما افقي يا اما راسي يا اما بزاويه 45 زي ما انتم شايفين كده. فلو عايز اعمل حاجات افقيه بضغط على الشيفت معايا وافضل ضاغط على الايه على الكليك الشمال وانا بتحرك بالايه بالعلامه بتاعت الزائد بتاعت الماوس دي. فانا مثلا كده رسمت الخط ده. طب الخط لونه ايه؟ ازرق. ممكن اغير اللون اهوت، طبعا عندي الاوت لاين بتاعه اخليه اسود، عندي من هنا كده الويت بتاعه ازود السمك بتاعه شويه بحيث يبقى ظاهر مثلا سين اخليه 2.25 بوينت اهو مثلا. طبعا لو انا عايز اغير شكل الخط نفسه من داش زي ما انتم شايفين كده بيتغير قدامكم على الشاشه، اي بقى خط سنتر لاين، خط داش، خط مش عارف ايه، انا هسيبه دلوقتي كده يعني. انما انا كده رسمت خط اهو. طيب عايز اقفل باقي شكل الاي، طبعا احنا مش بنرسم بسكيل يعني بس شكل يبقى معقول. لو انا مثلا عايز ارسم شكل الاي هي هنا في النقطه دي كده، وراسم طبعا المفروض تفضل ضاغط كليك شمال عشان ما يعملش الخط بزاويه 45 مره واحده يعني. هضغط اول نقطه وافضل نازل كده، وطبعا مش لازم يبقى مظبوط بالظبط، انا بعد كده هظبطه احركه اي خط تاني اهو. فلنفرض ان انا هديه نفس الخواص بالظبط يعني هخليه برضه 2.25. طيب الخط ده ممكن احركه ازاي؟ ممكن احركه بالماوس او احركه بالاسهم كده واقربه كده بحيث يبقى ايه ان هو يعني اظبطه بحيث يبقى مع القطاع بالظبط مثلا حاجه كده. عايز ارسم خط تاني مثلا، ده ممكن اخد منه كوبي عشان اعمله الناحيه التانيه زيه، يعني ممكن كنترول سي او كليك يمين وكوبي، يعني سواء كنترول سي او كليك يمين وكوبي وبعد كده بيست او ايه، طبعا هيروح في حته تانيه هسحبه كده بالماوس، هضغط عليه واسحبه واجيبه في المكان اللي انا عايزه اهو، هو شبه التاني بالظبط، واشوف كده مش مظبوط شويه، لا اضغط عليه تاني واحركه شويه كده بالاسهم بحيث اظبطه في المكان اللي انا عايزه بالظبط مثلا كده. عايز ارسم بعد كده اكمل مثلا شكل الاي زي ما اتفقنا، هعمل برضو خطوط تانيه يعني، جاي راسم مثلا خط هنا كده زي ما قلنا اهم حاجه اضغط على ايه على افضل ضغط على الكليك الشمال عشان ما يرسمش خط سريع واقعد اظبط فيه، وهضغط على الشيفت برضه عشان ارسم خط افقي. وليكن مثلا الحته بتاعت الاي دي هتبقى هنا كده، برضه هظبط الخواص بتاعتها واعمل الاوت لاين يعني اتقل السمك بتاعها عشان يبقى شبه يعني الرسمه كلها ستايل واحد، واجي اعمل واحد مثلا هنا كده اهو طبعا بعلم عليه واتحرك بالاسهم او اسحبه، لو ممكن اسحبه كده بالماوس كده بس طبعا يعني الاسهم بتبقى ادق لما اكون قربت من المسافه يعني مثلا حاجه كده. برضو هاخد منه كوبي يعني كنترول سي كنترول في اخد منه كوبي او اسحبها كده واديها الناحيه التانيه بحيث ان ايه يبقى الشكل متماسك من الجنبين. طبعا دي عايزه تروح شويه الناحيه التانيه كده اهو وهكذا. عايز اعمل الخط الرئيسي اللي هنا هاجي ماشي برضو عامل انسيرت شيب خط برضو هضغط كده في النقطة، مش لازم يبقى مظبوط دلوقتي في المكان بالظبط يعني، اضغط الشيفت عشان اعمله رأسي وانزل لتحت مثلا المقاس ده كده كويس. طبعا على حسب بقى انت بتعملها بالتنسيب كده بعينك كده على حسب المقاس اللي انت بتشتغل فيه يعني، ومثلا هخليه برضو 2.25 واجي رايح عامل مثلا كده ايه ضغط عليه وبحركه كده في المكان ده مثلا كده اهو اهو بقى كده مثلا حاجة بالمنظر ده، واخد منه كوبي عشان التاني زيه مثلا. طبعا انا بتكلم على اي شكل، انت ممكن بقى تعمل، انا افترضت ان انا هرسم اي يعني متماثله مثلا، انا بديكم امثله ازاي ارسم يعني هنا مثلا كده اهو بقى ده شكل الاي بتاعي الحته الاولانيه. طب عايز ارسم الحته اللي تحت ما ارسمهاش تاني، ما انا عندي ايه دي كده اخد منها كوبي كلها كده زي ما هي، طبعا انا ضاغط شيفت وعمال اعلم على الخطوط كلها هاخد منهم كوبي واضغط عليهم في كده واخد وهم متعلم عليهم زي ما هم كده اسحبهم تحت. طب الرسمة مش مظبوطة، احنا هنظبطها بقى، هننزل الخطوط تحت ونرتب الدنيا شوية.
يعني انا هعكس الترتيب بتاع الخطوط اهو دول كده. طبعا ممكن اضغط واحرك خطين مع بعض، يعني بضغط شيفت واحرك الخطين دول مع بعض كده اهو، اضغط شيفت، طول ما اضغط شيفت وبعلم على الاشكال بيتعلموا كلهم مع بعض، واضغط اتحرك بالماوس مثلا واطلعهم واجيبهم بايمين شوية كده بحيث يبقى مكانهم هنا، وبرضو دول كده اضغط عليهم الاتنين، طبعا الرسمة زي اللي فوق بالظبط، واحركهم يعني اضغط على الاتنين تاني معلش شيفت اهوت، وافضل اتحرك كده بيهم بالماوس، وساعات بس عندنا الكليك بيعلق ماشي تمام اهو رسمت مثلا كده. او طبعا ممكن احركه بسنة كمان شمال عشان يعني يبقى مظبوط قوي كده، واخد ده مثلا اسحبه كده لتحت اهوت واقفل بيه الشكل بتاعي. طبعا انا بعمل بسرعة كده، انت بقى ممكن بالدقة بقى تاخد وقتك كده وتظبط الحاجة 100%، انما يعني بشكل سريع كده انا رسمت قطع شكلها. طب يا عم انا عايز احرك الشكل ده اجيبه يمين اجيبه شمال هتعامل فيه؟ عندي مشكلة كل شوية احرك الخطوط. لا، في حاجة مهمة برضو قوي، بعد ما تخلص شكل معين او جزء من الشكل ممكن تفضل تضغط ايه على الشيفت وتعلم على كل الخطوط دي. يعني دلوقتي ضاغط على الشيفت ومعلم على كل الخطوط دي وعمال اضغط، كل دي كليكات يعني انا بضغطها دي كليكات، وبعلم على الشيفت معايا طول ما انا عشان اعلم كل دول على بعض كده، علمت على كل الخطوط. لو ضغطت كليك يمين بعدها معلش تاني عشان التعليم راح، لو ضغطت كليك يمين على الخطوط دي كلها في حاجة اسمها جروب، جروب واختار جروب. جروب دي معناها ايه؟ ان يخلي الشكل ده كله حاجة واحدة، ان خلاص بص كده الشكل ده كده معايا انا بسحبه ورايح جاي هو كله بقى حاجة واحدة، خلاص بقى ده قطاع الاي، وكمان اقدر اتحكم فيه واصغره واكبره كانه شكل واحد. يعني انت بتكون الشكل من مجموعه من الخطوط او الكلام ده كله، انما في النهايه انت مجرد انك عملت له جروب زي ما انتم شايفين كده بقى حاجه واحده، واقدر اكبر واصغر حسب ما انا عايز، اصغر من الناحيه دي. يعني بص بقى انت تقدر تعمل كل اللي انت عايزه. ده انا بس يعني ايه مثال سريع كده ازاي مثلا ارسم حاجه زي كده بشكل سريع، يعني احط طبعا اعمل خطوط، عايز ارسم النورمال ستريس، عايز ارسم اي حاجه، فاقدر ارسم شكل زي كده بسهوله جدا واجمعه مثلا زي ما احنا شفنا كده، يعني مش قصه يعني. طيب تعال نفتح صفحه جديده كده، يعني هنسيب دي كده، هفتح صفحه جديده. لو عايز ارسم مثلا سي كمر او فريم مثلا عليه احمال مثلا، برضو الفريم عليه احمال، انت عندك السبورت الفيكسد والهنج رولر والكلام ده، فانت يفضل يعني افضل ان انت ايه تعملهم زي تمبلتس كده، يعني تعملهم الاول كده على جنب كده عشان يبقوا دول معاك على طول لو احتجتهم في اي حاجه. يعني انا عايز ارسم سبورت هنجد مثلا، ادي مثلث اهو شكل مثلث مثلا، بضغط على بضغط على يعني تاني اهو برضو عشان الناس اللي ما خدتش بالها، انسرت شيب، انا عندي مثلث اهو، ده الريسنتلي شيب، وهتلاقي كل الاشكال موجوده هنا تحت. يعني انا هختار المثلث اهو، هضغط على النقطه وافضل ضاغط على الكليك ما اسيبوش، وافضل اتحرك ورايح جاي بقى كل شويه انا ضاغط المثلث بيتحرك معايا. سي مثلا عايز مثلث الهنج يبقى شكله عامل كده، فادي المثلث. طب يا عم المثلث جواه متظلل انا عايزه فاضي، ما انت عندك من هنا طبعا اوبشنز، او ادي الشيب فيل اهوت لو انت عايز تختار الشكل يعني من هنا، او من هنا الشيب فيل انت ممكن تملاه اي لون او تشيل اللون خالص تخليه نو فيل، يعني اللي هو ما فيهوش حاجه جوه يعني مش متلون. والخط اللايت لاين تخليه برده اسود، يعني عاده احنا بنرسم اسود. يعني عايز تزود الويت برده زي ما عملنا في الاشكال التانيه مثلا هخليه تقيل برده شويه، يعني ده كده شكل مثلث بتاع الهنجد مثلا. طب عايز اعمل الخط اللي هو تحت الهنجد، يعني عايز تزوده شويه ماشي، عايز تظلل ده على طول وخلاص مش مشكله. طبعا انت ممكن تيجي عامل ايه الخطوط اللي هي التاش دي، تيجي عامل واحد وتيجي مكبر يعني مثلا واحد كده بزاويه 45 اهو، تضغط على الشيفت عشان يبقى بزاويه 45 حاجه كده صغيره كده، واعمل فيها ايه الويت بتاعها واكبرها. ممكن طبعا ممكن اسحب الايه الخط كده سنه كده بحيث يعني يبقى صغير شويه، او يعني اسيبه زي ما هو مش فارقه كتير، وهاجي هنا احطه كده اهو تحت الهنجل مثلا. فاقدر طبعا ازوم كده من هنا من ايه من عشان يبان الحاجه وانا برسم يعني، وارجع تاني اصغر مثلا، يعني ادي اول هنجل كده اهي، واجي اعمل كده مثلا اخد كوبي بقى من الخط ده بقى كوبي كتير يعني، واقعد اضغط كنترول في بقى اخد كذا نسخه كده عشان انا يعني انقلهم مع بعض ورا بعض مره واحده مثلا. يعني طبعا انا بوريكم بس كده انا ممكن اعمل ايه، يعني حاجه سريعه جدا كده، ادي هنجل سبورت اهي مثلا، يعني تقدر بقى انت تتعامل فيها، انا بوريك بس شكل بسرعة كده.
فدي هنجد سبورت. يعني عايز ارسم خط ازود الخط، يعني عادة الخط بتاع الهنج بيبقى ايه بارز شوية كده، اللي هو يعني شفت او 45 كده، اللي هو الخط بيبقى طالع سنة، واكمل التهشير بتاعه ومفيش مشاكل. يعني برضو نعمل اوت لاين بتاعه، حركه كده بحيث يبقى، طبعا احركه بالاسهم كده عشان ينطبق على الخط ده بالظبط، واخد كوبي برضو من الخط ده واهو مثلا يعني، واخد كوبي الناحية دي كده، بقى ده شكل هنجد سبورت زي الفل. طيب عايز لازم برضو عشان ما انساش اجمع المثلث مع الخط ده، يعني هفضل ضاغط شيفت المثلث، الخط ده الخط الافقي، الخطوط الصغيرة دي ليه برضو زي ما اتفقنا، عشان ايه اخليها زي تمبلت كده عندي في فايل كده، هعمل الكلام ده كليك يمين كده عليه من عند الخطوط، واعمل جروب كده، بقت دي الهنجد سبورت بقت عندي، عايز ارسمها في اي حتة اخد دي كوبي وخلاص بقى، هي يعني بالشكل ده. ممكن لو انا خدت كوبي كنترول سي اهو وكنترول في، بقى بتكابي الهنجد سبورت اهيت، وتتعامل بقى عندك اتنين هنجد تلاتة هنجد، يبقى انت عملته زي تمبلت، حاجة كده ثابتة تقدر تشتغل بيها كل حاجة. فدي مثلا هنجد. طب لو عايز اعمل فيكسد نفس الكلام بقى، خط وتعمل خطوط مايلة. عايز اعمل رولر، طب تعالى نعمل رولر مع بعض بسرعة كده. يعني ادي مثلث برضه اهو، بعد كده برضه هخلي يعني الشيب مو فيل مثلا عشان ما فيش فيل، واخلي مثلا اسود، او عايز اي لون تاني انت حر يعني، بس انا بقول لك يعني ايه. طبعا الالوان هنا اختار الالوان اللي انت عايزها، دي الاوت لاين اللي هو الخط، ودي اللي هو المالو بتاع الشكل من جوه، شيب فيل والشيب اوت لاين اللي هو الحدود من بره، مالكش دعوه بالشيدز بقى والكلام ده، احنا مش عايزين حاجه من الافكتس اللي هي التظليل والكلام ده. طيب وهتقل الخط شويه برضه زي ما احنا تقلنا كل الخطوط، واجي هنا عايز اعمل الرولر، يعني في عجلتين بيبقوا تحت الرولر مثلا، طب عشان اعمل العجلتين هعمل ايه؟ العجلتين دول عباره عن دايره، فهختار هنا ايه الشكل البيضاوي ده، مفيش دايره صريحه، الدايره دي بتترسم ازاي؟ ده بيرسم اشكال بيضاويه ويرسم دوائر، فانا لو عايز دايره مظبوطه وانا ضاغط على الكليك وبتحرك اضغط شيفت، طالما ضغطت شيفت بص كده هتلاقيها بقت دايره، يعني انا ضاغط شيفت تبقى دايره، لو شلت ايدي على الشيفت ممكن ترسم اي اشكال بيضاويه بقى او اي شكل تاني، انما انا طول ما ضاغط على الشيفت تتحول لدايره، فانا اعمل مثلا دايره صغيره كده. وطبعا لو عايز اعمل انتميات هنج هتبقى بنفس الطريقه، يعني مثلا الدايره دي معقوله قوي كده، واجي اعمل برضو نو فيل الشيب بتاعها، ومغير الخط مثلا نخليه اسود، وبرضو نزود السمك شويه عشان احنا رسمنا بسمك كده يبقى تقيل واضح، واخد منها كده ايه ادي دايره اهي تحت الرولر سبورت بتاعتي اهي، وهاجي رايح واخد كوبي منها عشان انا عندي مثلا عاده ممكن نحط عجله واحده بقى او اتنين، بس انا يعني هعمل عجلتين اهو مثلا، واجي بعد كده اجي اعمل ايه، شايفين الخط ده انا كنت عامل له جروب، هعمل له ان جروب عشان انا عايز باخد منه كوبي حاجه، يعني يعني انا فكيت الجروب ليه؟ انا عايز اخد التهشيل ده زي ما هو عشان ما اقعدش اعمله تاني، واعلم عليهم كلهم بالشيفت، وبعد كده اخد كوبي واجي اعمل كنترول في، وهم متعلم عليهم كده اسحبهم كلهم بالماوس كده او بالاسهم واحطهم تحت كده، طبعا استغل بقى ما تعملش من حاجه 100 مره يعني، يعني شغل دماغك بقى يدي رولر. ممكن بعد كده ارجع اجمع دول تاني جروب عشان يعني ما بوظش الشكل، او انا كده كده عندي نسخه من الناحيه التانيه، بس يعني بشكل عام انا فكيت الجروب، انت ممكن تعمل جروب وان جروب على اساس ايه هتستخدم ايه، فانا هنا هرجع اعمل لها جروب تاني عشان تبقى حاجه واحده، انما دي الرولر بتاعتي اهي، الرولر دي نفس الكلام هجمعها برضو، يعني اضغط على الشيفت وافضل اضغط على الاشكال كلها، خط خط بقى ودايره دايره ومثلث مثلث وكل الاشكال اللي عندي ايا كان ايه هي، وبمنتهى البساطه كليك يمين ونايف عليهم كده واعمل لها جروب، بقت الرولر اهي رولر زي الفل. عايز بقى تصغرها حسب بقى الشكل، تكبرها تكبرها من فوق، تلفها حتى بزاويه 5، لو ضغطت هنا كمان عايز عندك رولر مايله بزاويه ولا بتاع تعرف تلفها برضو، يعني كل حاجه ممكن تتعمل، فطبعا يعني ايه الموضوع مش صعب يعني ولا حاجه، ظبط الرولر زي ما انت عايز، ادي الشكل بتاعه اهو مثلا كده رولر سبورت، طبعا انت بعد كده ممكن تبقى تصغر وتكبر زي ما انت عايز. طب يا عم رسمنا شكل السبورت، سي مثلا الفريم اللي عندي مثلا يعني 300 فريم في رولر، يعني ايا كان في القصه ممكن نعمل اي حاجه كده فريم بسرعه كده مثلا، ونحط احمال ونحط الكلام ده. لو انا عايز اعمل فريم كده مثلا، فلنفرض ان الفريم ده 300 فريم وفي انترميديت هنج في النص، انا هعمل برده تاني معلش من الاول، طبعا انا ضاغط على الايد بضغط ضغط على الشيفت، ادي مثلا الطول الاولاني سي مثلا الحته دي انا افترض انها 4 متر، هو متماثل يعني الفريم مثلا عشان ننجز متماثل مثلا شكلا يعني، فادي الخط ده، وهعمل هنا الاوت لاين بتاعه هنخليه اسود يعني الخط، وهنخليه مثلا سمكه برضو زي ما قلنا مكبرين السمك شويه، فادي الخط الاولاني وهاخد منه كوبي عشان في تماثل يعني الناحيه التانيه زيه، وفي النص كده في انترميديات هنج في الحته دي كده هيبقى في انترميديات هنج مثلا، بجرب كده اي حاجه سريعه يعني، هاي جاي هنا برضو انسيرت، طبعا انا ممكن اخد دايره من اللي انا رسمها فوق او ارسم دايره من اول وجديد، يعني مش فارقه كتير، انت لازم يبقى عندك تبلتس بقى، يعني ايه ترسم شكل كده يبقى فيه كل حاجه،
الدايره طبعا ايه، وانت بتعمل دايره زي ما اتفقنا ايه يعني، تلس تضغط على الشيفت معاك عشان تطلع دايره 100% دايره يعني. واعمل هنا في الشيب اهو، لو ضغطت على الشيب هيجيب لي الخواص بتاعته، انا بس ضغطت على لو ضغطت على الشيب اهو بيجيب لي الخواص بتاعته اللي هي الفيل والكلام ده. انا مش عايزها فيل، انا عايز الاوت لاين اسود، وهكبر السمك شويه زي ما اتفقنا مثلا ايا كان السمك ايه، واخد الدايره دي احطها هنا كانها انترميديت هنج كده، هي بقت زي الفل انترميديت هنج موجوده. هعمل مثلا الرجل بتاعت الفريم التانية اللي هنا واللي هنا، insert shape برضو، هعمل line. لو انا ضغطت كليك واحدة بيرسم الخط ابو 45 ده، عشان كده لا دي تفضل ضغط على الكليك معاك يعني، وشيفت طبعا عشان يرسم ايه خط رأسي بالظبط. مثلا سي الحتة دي كده اي جاي هنا، واظبطه الاول طبعا وانسق بقى براحتي زي ما عملنا بالظبط يعني، مفيش جديد يعني، انا ممكن ارسم اي شكل انا عايزه، واخلي اسود او مثلا الخط الاولاني هو بتاع الفريم. هاجي هنا اخد كوبي منه على اساس ان الفريم متماسك. انا بنجز طبعا، انت ممكن ترسم اي حاجه، بس انا عشان مش عايز اطول عليكم في الفيديو لان برضه لسه عايز احكي في المعادلات ازاي اكتب معادلات، فعايز ايه يعني بس اشرح بسرعه كده اقدر ارسم ازاي واجمع الاشكال والكلام. فادي كده ايه الفريم. طب يا عم عايز اعمل الهنج دي، هنج اللي هنا، ما انا عندي الهنجات اهي زي الفل، هاخد واحده من اللي انا مجهزها دي كده او اخدها هي هي. طبعا لازم لو انا يبقى عندك تمبلت هيسهل عليك كل حاجه، واجي ضغط كنترول في اهي واخدها بقى. انا ممكن اخد اسيب واحده يعني وتبقى دايما هي الاصل بتاعي، وواحده بقى اتحرك بيها هعلم عليها واسحبها تحت. طب يا عم الهنج دي كبيره قوي، يا نهار ابيض بالنسبه للرسمه كبيره. طب ما انا قايل لك بقى صغر براحتك وعيش حياتك، وعايز تعمل اللي انت عايزه اعمله. ادي الهنج ده بقت صغيره اهي، واتحرك بيها بحيث تبقى شكل ايه الفريم عامل كده زي الفل. وطبعا انا مكبر السمك شويه بتاع الخطوط عشان تظهر في الفيديو يعني، انت عايز تدخل السمك الخط يبقى اقل من كده شويه، احنا وريتك تعمل الكلام ده ازاي. واخد كوبي من دي واحطها الناحيه التانية اهي، اخد كوبي بقى دي 3 هنجد فريم زي الفل اهو. وطبعا كل ما هتبذل مجهود اكتر بقى وتدقق شويه هتلاقي القصه ادق يعني شويه. طيب يا عم عايز احط احمال، عايز احط قوه افقيه ومش عارف حبل موزع ومعرفش ايه وبتاع، بسيطه برضه كل حاجه بتتعمل يعني بسهوله من الشيبز برضه دي. هاجي جاي هنا انسرت شيب سي، مثلا عايز احط قوه افقيه، شايفين السهم ده، ده قوه يعني او خط اللي هو فيه سهم يعني، فانا مثلا عايز احط قوه افقيه فوق هنا كده، فهاجي جاي برضو ضاغط هي علامه على السهم ده، وهاجي ضاغط شيفت برضو عشان يطلع افقي، واعمل زي سهم كده. طبعا مش شرط تعمله في مكانه بالظبط في الاول، بنفس الكلام بالظبط نفس الخواص برضو، تزود السمك بتاعه شويه وهكذا تحركه. خلاص ادي بقى عندك في الحته دي كده ايه قوة. هنكتب عليها قيمتها دلوقتي، بس خلينا نعمل الشكل اساسيا. انا عندي هنا مثلا دي 4 كيلو نيوتن، طب عايز اكتب هنا، ممكن تيجي جاي هنا كاتب انسرت في حاجه اسمها تكست بوكس هنا كده، شايفين التكست بوكس ده، اضغط على التكست بوكس ده وقول له انا عايز اعمل انسرت. طبعا هيجيبه لك بقى في اي مكان انت بتسحبه يعني، لازم تعرف تستخدم الوورد يعني، عيب ان احنا ما نعرفش نستخدم وورد واكسل والكلام ده عيب يعني. فانا هنا هصغر هشيل كل الكلام ده، ده مجرد درافت كده مكتوب. سي مثلا عايز اكتب 4 كيلو نيوتن او 4 طن مثلا، معلش بكتب عربي، ادي 4 طن مثلا القوة بتاعتي، واصغر الشيب ده كده على قد القوة بتاعتي، واحرك الشيب ده واحط. طبعا الشيب ده فيه فيل ابيض، انا بص اول ما احطه فوق الاسهم يخفيه يعني، في يعني اللون ده سوري المربع ده اولا ليه دايرة حواليه، مربع حواليه يعني، في اطار حواليه، انا مش عايز الاطار، انا عايز تبقى كتابة بس. وكمان جوه الشكل بتظل الابيض عشان كده بيغطي اي حاجه يعني، لو حطيته لو انا عايز اخفي حاجه بعملها كده، ممكن احط حاجه فوقيها تكست بوكس او كده، انما انا مش عايزه كده، انا عايز التكست بوكس ده انا يعني بضغط عليه كده، هو اضغط دبل كليك يجيب لي الخواص بتاعته. اولا الفيل انا عايزه نو فيل عشان يبقى شفاف، ثانيا الاوت لاين انا عايز نو اوت لاين، مش عايزه بخط يعني، هو تكست بوكس بس مش عايزه بخط، بحيث ان انا لما اظهره كده يظهر ان دي قوه مكتوب على 4 طن بس، هو تكست بوكس وكل حاجه انما مش هيخفي حاجه يعني شفاف، عشان كده خليت الفيل نو فيل. وكمان مفيش اوت لاين، ما شلت المستطيل اللي هي الحدود بتاعته بحيث يبقى قوه كده ايه بتتحرك. طبعا القيمه المستطيل تكست بوكس ده خلاص بقى زي تمبلت برضو عندي، اخد منه كوبي واحطه في اي حته تانيه، فمثلا عملت حاجه زي كده. طب عايز اعمل حبل موزع هنا مثلا، ماشي يا عم وماله، حبل موزع مستطيل في الحته مثلا من هنا لهنا كده او ايا كان يعني، مش هتفرق من الحته كده من هنا لهنا مثلا، ممكن تعمله خطوط وممكن تعمله مستطيل مره واحده يعني، انا شايف ان مستطيل مره واحده كده اهو معقول، يجي هنا كده ونكبره لحد ما يوصل كده لحد انت، انا عايز اعمل على الجزء ده مش عايز اعمل على الكاميرا كلها، لحد هنا مثلا
وارجع كده بقى اعمل اظبط الخواص بتاعته بقى، اخلي نو فيل برضو مش عايز يبقى مليان، اخلي الاوت لاين بتاعه اسود، اخلي السمك بتاعه بالويت بتاعه 2 وربع. طبعا هتلاقي السمك زاد لان المستطيل طالع سنه شويه، نزله لتحت شويه عشان ينطبق على الخط اللي هو الايه القديم ده، يعني يبقى حاجه كده اهو، بحيث يبقى يعني ايه ما يبانش ان في حرق في الرسم. طب عايز اعمل الخطوط اللي جوه، يا سيدي اعملها بقى خطوط بقى براحتك، يعني انت برضو زي ما قلت لك هتعمل تمبلتس. تمبلتس يعني ايه؟ يعني نماذج ثابته. خلاص بقى يعني هوريك دلوقتي نعمل ايه، اللي عملها بسيطه جدا يعني عشان لو بتكرر اشكال ما تبقاش بقى ايه تقعد تكرر تاني. فانا هنا عايز اعمل سهم، يعني عايزين شكل الحمل يبقى سهم مثلا تنزل لتحت مثلا، هاجي عامل سهم كده اهو جوه الحمل. السهم ده برضو هظبط الايه الشكل بتاعه واخليه اسود، وخلي برضو نفس الايه ممكن نصغر المقاس بتاعه شويه عشان ما يبقاش يعني ايه شكله كبير قوي كده، واخد منه كوبي بقى وارميه فين او كذا كوبي، شايفين انا بكررهم بعد كده هحركهم، يعني بفضل اضغط كنترول في بعد كده هحركهم بالماوس كده وهكذا. انا بعمل حاجه سريعه كده برضو للتوضيح مش اكتر يعني، انما انت طبعا ايه تدقق بقى وتقول لما تعمل حاجه بشكلها حلو ومنظمه هتلاقي الحكايه بسيطه جدا، يعني مش حاجه يعني زي ما انتوا فاهمين، وعيب ان انت ما تعرفش كمهندس تعرف تعمل مع حاجه زي كده، يعني هتحتاج الوورد وهتحتاج الاكسل وهتحتاج الباوربوينت، يعني الكلام ده ما ينفعش ان احنا مابقاش عارفينه بصراحه. اهو سيدي شكل بقى حمل ايه زي الفل اهو، يعني الحرام ده عشان شكله معقول، نقسم كده عشان مش هيتحرك بس. طيب برضو عشان ما بقاش غشيم زي ما قلت لك المستطيل ده كده اهو اعلم عليه مع مع الاشكال اللي جوه كلها، واجي جاي كليك يمين عامل لها جروب. الجروب ده كده ممكن اخد منه كوبي واخد منه بيست كده بقى ده تمبلت اهو. تمبلت يعني ايه؟ حمل موزع زي الفل، هو يتحرك معايا يكبر يصغر اهو، حمل موزع مش محتاج اعمل حاجه تاني. هو عملته يعني شايف الحاجات النماذج اللي انا عاملها فوق دي، خلاص دي كل حاجه كده بقول لها جروب، خلاص بقى حمل موزع ما مش محتاج حاجه تاني. يعني انا لو عايز اعمل ده، لو عايز اعمل ده حمل موزع يا سيدي هنا على الرجل دي هعمله كده اهو، يعني لو عملت هعمل حمل راسي على الرجل دي شوف انا هعمل ايه، هاخد منه كوبي الاول واضغط كنترول في اهو. طب انا عايز اعمله راسي وداخل لجوه هنا، شايفين علامه الكيرف دي اروح عليها والفه كده واضغط افضل اتحرك لحد ما يبقى الف لحد ما يبقى راسي، فبقى ده حمل راسي اهو. مش هقعد ارسمه من اول وجديد يعني، واظبطه اهو في مكانه هنا بس. طب يا عم هو مش واصل للاخر، معلش اشده كده واسحبه، انا اقدر اتحكم في التمبلت ده زي ما انا عايز، بس خلاص كده بقى حمل موزع كمان على الرجل دي. طيب عايز اكتب الاحمال التانية، ادي الاربعة طن ده برضو تمبلت، يعني برضو ده ممكن تاخده كده كتكست بوكس في كتاب اهو وتحطه فوق كده بحيث ان ده برضو تمبلت للكتابة يعني. وطبعا تقدر تغير الفونت زي ما انت عايز والحاجات كلها براحتك، يعني عندك هنا نوع الفونت والسمك والكلام ده كله في التكست بوكس اللي جوه ده، اعمل اللي انت عايزه، انما انا بتكلم بشكل عام يعني. معلش طبعا كنترول زد بيرجع اي حاجه انا عملتها، انا غيرت التكست انا بس عايز اعمل كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في اللي مش عارف بينسى، او كليك يمين وكوبي كليك يمين وبيست، يعني اظن حاجه كلنا عارفينها يعني. وهاجي هنا مثلا عايز اكتب على الحمل ده مثلا 2 طن على المتر مثلا، ادي 2 طن واعمل هنا ايه علامه على لكل متر مثلا. طبعا الكلمه اختفت ليه؟ لان التكست بوكس صغير عليها، اشد التكست بوكس كده عشان اصغر بقى، ده حمل 2 طن لكل متر. عايز برضو اخد منه كوبي للحمل اللي هناك ده اهو، او ممكن الفه برضو اخليه على المايل، يعني اخليه 3 مثلا اخليه 4 زي ما انا عايز بقى، يعني انا بوريك بس كده ايه شكل سريع كده اقدر اعمل ايه بالوورد، اقدر اعمل كل اللي تتخيله واقدر اجمع الاشكال. طبعا يعني برضو من الحكمه بقى ايه حته الجروب، بعد ما تخلص شغل كل الاشكال شيفت وانت ضاغط كده اهو 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 مع ده مع ده كده، انا عامل لهم جروب وفي خط طبعا اللي هو تحت ده كمان، يعني كليك يمين وجروب. انا فهمتكم بقى قصه الجروب، بس انا عشان ايه مش عايز اضيع وقت فيها يعني، انما يعني قصه الجروب بسيطه جدا اهو، تفضل تجمع الاشكال في خط هنا كمان يعني كنت عايز اجمعه، كليك يمين وجروب. لو في شكل مش موجود هتلاقيه بيتحرك من دي، شايف عشان الخط ده ما كنتش عارف اعلم عليه بسبب ان تحت المطابق عليه المستطيل يعني، فالمفروض ان انا اظبطه في الاول يعني كنت ظبطته في الاول. وممكن اعمل جروب من جروب، يعني ايه يعني جروب من جروب؟ يعني دي كانت جروب واحده ودي جروب تاني، يعني اجمع ادي 2 جروب اهو، ممكن بعد شويه اعلم على 2 جروب، ما دي جروب ودي جروب اعمل لهم برده جروب تاني،
بحيث ان هم يبقوا مع بعض هكذا يعني. يعني انت تقدر تلعب في قصه الجروب دي وتجمع زي ما انت عايز. المهم يعني انا مش عايز اضيع وقت، رجعنا كل حاجه زي ما كانت. طبعا كنترول زد بيعمل اندو يعني يرجع كل حاجه زي ما كانت. تفضل تضغط عليه مثلا لو انت غلطت غلطه او حاجه. بس عايز ايه اكمل بس حاجه كمان بسيطه كده عشان نقفل حاجه زي كده. فده عايز اعمل ابعاد. طب ايه المشكله يا عم ما تكتب ابعاد انسيرت اهو. ممكن تعمل ابعاد وخطوط، وممكن تعمل سهم اللي هو ايه اللي هو اللاين اللي بسهمين ده، اللي هو زي خط مستقيم كده. مثلا انا عايز اعمل ايه البعد بتاع الحته دي كده اللي هي الحته الاولانيه لحد انت 100 هنج. طبعا ممكن اظبطها فوق هنا عشان تبقى على المقاس بالظبط يعني، عشان تبقى الرسمه شكلها مظبوط. طبعا شيفت عشان يبقى خط افقي اهو. معلش خط ساعه الورد بيغلس شويه اهو. شيفت كده وهاخده كده معايا. طب ساعه الورد بيغلس كده همسحه واعمله من اول وجديد عشان الرسمه مش ضغط هنا غلط اهو. شيفت وهضغط هنا مثلا في الحته دي كده بحيث اظبط دي واكبر واصغر بدل ما انا عايز، واتحرك كده افقي اهو كده مع بعد مظبوط مثلا يعني مكانه كده مظبوط. هبدأ اعمل ايه انسرت. ماشي يا عم، مش انسرت سوري، اعلم عليه اظبط الخط بتاعه قبل ما انسرت حاجه. واجي اعمله اوت لاين برضو بتاعه مثلا. طبعا الخطوط الابعاد بتبقى اخف شويه، ما تقلهاش قوي مثلا يعني حاجه كده. هبقى ده البعد بتاع الحته دي اهو. طب عايز اكتب، ما احنا واخدين بقى التكست بوكس اهو. كنت هاخد كوبي من التكست التمبلت، ملهاش دعوه بالجروب عشان الجروب بقى دلوقتي بقى داخل الجروب يعني. انا هرجع التكست اهو واعمل كنترول في هنا. طبعا كنترول في راح في اي حته انت بتاخده وتسحبه كده وتوديه فين في المكان اللي انت عايزه، سواء بالاسهم او بالعلى. تفضل تقرر لحد ما تيجي علامه الايه التحريك دي، انتوا هتكونوا عارفينها كلكم يعني. واكتب عليه مثلا البعد ده 4 متر مثلا، هي رقم بقى ده بعد افق اهو. عايز اكرر اللي جنبه اكرر، عايز اعمل بعد راسي نفس السهم ده والفه او ارسم واحد راسي واعمل يعني. انا بوريكم ازاي اقدر اكتب ابعاد باي طريقه انا عايزها يعني. فده شكل عام كده ازاي اقدر ارسم. طبعا عايز احط نقط يعني برضو، دي حاجه مهمه. التكست بوك اكتب اللي انت عايزه يعني، اعمل خد تكست بوك اهو وتعالى هنا مثلا اضغط كليك كده في اي حته مش مشكله بقى، يجي في اي مكان واحنا بنحركه يعني. يعني انا عايز اكتب ايه بي سي، ما تكتب، ما هو يا سيدي قرب النقطه دي كده، وبدل ما هي مكتوبه 1 طن اكتب ان دي نقطه ايه كده وتحركها قربها يا سيدي من مكان كده يعني انت اللي. وطبعا غير الفونت يعني، علمت جوه التكست بوكس كده عايز اكبر اصغر الكلمه اعمل اللي انا عايزه وانواع الخط كل الكلام ده مفيش مشاكل فيه. فده بشكل عام كده ازاي اقدر ارسم رسومات بشكل عام على الوورد يعني. انا طبعا ده مثال سريع كده مجرد توضيح بس ازاي نقدر نعمل الكلام ده ونعمل تمبلتس ونعمل جروب ونعمل الكلام ده. في حاجه تانية برضو مهمه قوي 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 انت هتكلم فيها، المعادلات. يعني انت عايز تكتب، طب اكتب معادلات ازاي على الوورد؟ المعادلات على الوورد سهله جدا، اللي بيعرف يستخدم اي حاسبه عارف يكتب معادله على الوورد يعني. تعالى نفتح صفحه جديده كده، فلنفرض ان انا عايز اكتب المعادله بتاعت النورمال ستريس، السيجما بتساوي ال ان على اي زائد ام اكس على اكس في واي زائد ام واي على واي في اكس. تتكتب ازاي دي يا عم؟ اصغر بس عشان انا كنت مزود قوي يعني عشان ايه واحنا بنكتب. طب بتتكتب ازاي دي؟ في حاجه برضو اسمها انسيرت، هتلاقي كده بعد في قائمه انسيرت برضو هتلاقي في الاخر خالص كده في حاجه اسمها ايكويشن، وفي سيمبلز يعني عشان برضو يعني نحتاجها. هنتكلم في دي وهنتكلم في دي يعني. مثلا خلينا نقرا نجرب السيمبلز عشان اسهل. لو انا عايز اكتب درو نورمال ستريس ديستريبيوشن، وعايز اكتب كده بين قوسين اللي اسمه سيجما. سيجما دي سيمبل رمز، مش كلمه بتتكتب ولا حاجه. هتضغط على الاسهم دي كده هتلاقي بعض الايه بعض الاشكال، الميو الاسترين اللي مش عارف الكوبي رايتس الاكبر من العلى الباي البيتا كل ده موجود. وطبعا مش لازم تلاقي كل اللي انت عايزه هنا، في مور سيمبلز هتلاقي فيها كل حاجه. اضغط على مور سيمبلز دي هتلاقي عندك في بيزك لاتكس الحاجات طبعا لاتنز الحاجات اللاتينيه عاده، السيجما والحاجات دي حاجات لاتينيه. وهتلاقي طبعا اشكال اللي انا استخدمتها اقرب حاجه استخدمتها ايا كان الشكل انا عايز اكتب ايه يعني. هتلاقي بقى هنا ايه قلب كده هتدور هتلاقي مثلا اكيد السيجما طبعا، السيجما طبعا موجوده بس انا مش عايز ادور عليها كتير يعني. انما طبعا في كل الاشكال دي هتلاقي ايه، وطبعا ممكن تغير هنا دي حاجات الجريكس دي حاجات يعني اللي هي اليونانيه الحاجات اللاتينيه كل حاجه موجوده. بس انا يعني اجيب السيجما كده بسرعه
انا بدور في الاشكال اهو. طبعا تمشي بقى تلاقي اشكال كلها رموز غريبه زي كل ما تتخيله موجود يعني. وطبعا الرموز المشهوره بتاعتنا الالفا البيتا السيجما مش عارف ايه، الحاجات دي كلها التاو كل موجود يعني، وحتى حاجات بالعربي كل اللي انت عايزه هتلاقيه. بس بحاول ادور على رمز السيجما كده بسرعه. واحد مش شايفه وعينه مش جايبه. انا مش عايز بقى اضيع وقت كتير، بس تقعد تدور لحد ما تلاقي اللي انت عايزه يعني. انا مش عايز برضو ايه اخد وقت كتير قوي في حاجه يعني نقعد ندور عليها، بس يعني موجوده طبعا يعني، واحد عملها مليون مره قبل كده. بس انا بتكلم بشكل عام يعني ايه، اي رمز هتلاقيه، بس هي السيجما بقى ايه شكلها، ممكن ندور عليها شويه. يمكن هي في الاشكال اللي فوق. المفروض في اللاتنز في الاول، بس مش عارف انا عايز مثلا عامة يعني ايه دوروا بقى. انا مش عارف اضيع وقت كتير فيه عشان عايز يعني ايه اخش في الرسم. هتلاقي اي رمز بقى يعني، بس انا افترض ان انا اسميها اي رمز، ولتكن بيتا الفا اي رمز يعني. بس بقول لك السيجما طبعا موجودة، بس ندور عليها شوية. المهم يعني انا عملت انسيرت كده، هتلاقي الرمز اللي انت كنت بتتكلم عليه بقى موجود ايا يعني كان ايه هو. لو لقيت سيجما ماشي، لقيت كذا ماشي، انا افترضت اي حاجه يعني تمام، دي بيتا وانا عايز اكتب كلمه بيتا وخلاص، بقت حرف يعني الرمز. واقدر برضو اتحكم في السمك بتاعه وطبعا والقنوع الخط وكل حاجه بالتفصيل زي ما انا عايز يعني. يعني مثلا لو انا عايز اكتب بيتا، مش شرط طبعا السيجما، ايا كان يعني اي رمز يعني. والرموز كلها موجوده في قائمه انسيرت وسيمبلز دي، وهتلاقي هنا الرموز اهيت والفا بيتا، وهتلاقي بقى مور سيمبلز دي اللي فيها كل حاجه. دور بقى يا ادي السيجما احنا كنا عمالين ندور عليها اهي، شايفها يعني ادي مثلا السيجما بتاعتي نورمال ستريس. اعلم عليها بقى لو عايز اكبرها شويه وهكذا يعني، هتلاقي كل ما تتخيله هنا. فده لو انا عايز اكتب رمز كده في وسط المعادله، مش ما ينفعش اكتبه بي ولا سي ولا اس ولا سيجما، لا لازم اكتب الرمز والورد فيه كل حاجه. طب يا عم عايز اكتب المعادله بتاعت السيجما دي، اه موضوع برضو بسيط. هاجي عامل هنا انسيرت، بس بدل ما هكتب انسيرت سيمبل، ده لو انا عايز اكتب رمز في وسط الكلام، انسيرت ايكويشن بقى. ايكويشن دي ليها اشكال كتير تمام. هقول والله انسيرت نيو ايكويشن مثلا هنا، هيجيب لي يعني انت تاني، نرجع تاني اهو، ارجع باك انا، ارجع للهوم تاني، انسيرت، انا همسح دي عشان هو طبعا عمل لي علامه الايكويشن هنا. انا هعلم على الحته دي واضغط على ديليت. انا عايز ابدا بالاول انسيرت ايكويشن، مش هخطأ، دي حاجات سيمبل زي سامبلز يعني، زي موجوده حاجات سبمشن حاجات مش عارف ايه. انما انا عايز اعمل ايكويشن بمزاجي، اعمل انسيرت نيو ايكويشن تمام. ادي انسيرت نيو ايكويشن اهو. طيب بيعمل لي، يقول لي بقى انت عايز تعمل في الايكويشن دي العلامه اللي هو جابها دي، ادي ايكويشن انسيرت او طيب الايكويشن هنا. انت عايز تعمل الايكويشن عامله ازاي؟ عايز تقول السيجما، فالسيجما في الاول خلاص كلمه سيجما دي عباره عن رمز، الرموز كلها هنا يعني. برضو في لما تخش جوه الايكويشن هتلاقي الرموز كلها موجوده هنا، عاده الرموز الرياضيه العاديه، وبرضو تتغير تجيب اللي انت عايزه. فانا برضو هدور على السيجما اهي، زي ما انتم شايفين واضحه قدامي اهو في البيزك ماس تاني اهوت يعني، في الايكويشن هتلاقي القصه دي كلها. ادي سيجما، كتبت كلمه سيجما، هعمل مسافه يساوي مسافه، انا عايز اعمل ان على ايه؟ انا عايز اعمل فراكشن. ما انت عندك اشكال، اللي شايفين الاشكال دي انت عارفين الكتابه على الحاسبه، لما تكتب المعادلات على الحاسبه كده التكاملات وبنفس نظام الكتاب. انا عايز اعمل كسر، الكسر ده بيقول ان على ايه تمام، ده فراكشن تمام يعني كسر ان على الايه، فهيجي ضغط على دي، هيجي جايب لي علامات كده زي ما انتم شايفين. تعال نزوم كده عشان ايه الناس تبقى شايفه انا بعمل ايه، بكتب المعادله ازاي. ادي ان على ايه، هعلم هنا واكتب ان عشان عايز اكتب ان، ادي مثلا كابيتال كده هكتب شيفت ان، وانزل تحت اكتب ايه بقى، دي ان على ايه. بعد كده هتحرك بالسهم كده لحد زي ما بعمل في الحاسبه بالظبط اهو، اتحركت في السهم كده اهو وعملت يساوي، هيتحرك بعدها اكتب زائد مفيش مشاكل. بعد كده ام واي على اي واي في اكس. طيب هاجي عامل فراكشن تاني كده، شكل فراكشن مثلا كده اهو، هاجي رايح هنا كاتب ام واي. طب انا بكتب ام واي عايز اكتب الواي لتحت يعني، انت عارف الام واي ما بتكتبش ام واي، بتكتب ام والواي زي سبسكريبشن كده، بيبقى ايه تحت، ما هواش بيبقى فوق يعني. طب اعمل ده ازاي؟ هعلم على الحته اللي عايز اكتب فيها ام واي دي، واروح على الحاجات الاسس، السكريبت ده اللي هو بتاع الاسس، هلاقي فيه اللي انت تكتب حاجه وفي تحتها حاجه يعني فيها حاجه لتحت كده، فهاجي اعلم على دي مكان يعني تاني اهو، هضغط تاني اعلم على دي الاول، واروح من هنا كده اعمل الديزاين اللي انا عايزه، اقول له في مكان دي حط لي دي،
دي ايه الفكره فيها؟ ان انا هكتب هنا ام وتحت كده سبسكريبت كده، اللي هو يعني الحته اللي تحت دي اعلم عليها واضغط واي، بقت ام واي بالمنظر ده. عايز اكتب على اي واي نفس الكلام، يعني رايح في الحته دي قايل له برضه انا عايز السبسكريبت كده، فهاجي اعمل هنا اي والعلامه التانيه دي اللي هي العلامه التانيه دي اكتب الواي. طيب في الاكس هتحرك كده بالاسهم، يعني زي ما انا بتحرك زي الحاسبه كده لحد ما اطلع فوق عند الفراكشن، واكتب ادي اكس دي رمز عادي، يعني اكتب اكس ام واي على اي واي في اكس، مسافه زائد علامه الزائد ام اكس على اي اكس في واي. طبعا نفس الكلام ادي فراكشن، والفراكشن انا ممكن اعمل فيه ديزاين اللي انا عايزه، يعني زي ما اتفقنا كده هاخد ادخل السكريبت معايا، ادخل السكريبت ده الاسس بتاعتي، ادي ام اكس هكتب هنا ام، وادي هنا بقى السبسكريبت هيبقى اكس، لا هنا معلم على الحته اللي انا هكتب فيها دي اكس، واعلم تحت واكتب دي برضو هعملها سبسكريبت، هعمل اي واعلم على دي واعمل اكس، بعد كده اطلع بره كده واكتب ام اكس على اكس في واي. طبعا انا ممكن ارجع للمعادله، يعني كتبت بره انا ارجع للمعادله الاقي المعادله متظلل عليها كده، يعني اروح عليها وافتح واكتب، انا ممكن اتحرك في المعادله بالكليك زي ما انا عايز، واكتب اظبط اعدل في اي وقت انا عايز، ادي عين ميه على واي في، بقت دي معادله. المعادله دي بقت قابله للتعامل معاها كنص، يعني تتحرك تطلع لفوق اهو، تتحرك بقى كده كانها تكست تنزل لتحت، يعني تضغط انتر تنزلها، تجيبها شمال تجيبها يمين، كل اللي انت بتخيله في المعادله دي تقدر تعمله، يعني ما عندكش مشاكل انك تحركها او تظبطها زي ما انت عايز يعني. ف يعني اقصد التعامل في المعادله بتتمشي زي التكست عادي، تمام؟ عايز تسنترها، عايز تظبط اي حاجه، وعندك برضو هنا حاجات فيها ايه لينير تشينج تو لاين، يعني الجاستيفيكيشن التظبيط، كل اللي انت عايزه هنا ممكن ايه. هنا بقت شايف المعادله يتكتب شكل خط كده، شايف المنظر اللي انا عامله ده، او تخلي يعني الديزاين كمان اللي انت عايزه تتحكم فيه بعد ما كتبتها يعني، او بروفيشنال اللي هي المعادله الاصليه، او تتحرك انها مع التشينج تو ان لاين، يعني تبقى ماشيه مع الخطوط، كل الحاجات دي تقدر تتحكم فيها براحتك خالص، تمام؟ بحيث ان انت تتعامل معاها كانها معادله، تنزلها تحركها، اديني زي ما انتم شايفين كده بعمل كل حاجه فيها. فده يعني شكل المعادلات. طبعا برضو الفونت بتاعها والكلام ده اللي اقدر اتحكم فيه، يعني انا ممكن اكبر زي ما انتم شايفين كده الفونتات بتاعتها، اي حاجه انا عايز اعملها واشيل المسافات دي واظبطها تبقى المعادله موجوده عندي. ده معادله من المعادلات يعني، ده انا ممكن اعمل كل حاجه، انا اوريكم مثال يعني. ممكن اعمل تكاملات، ممكن اعمل مثلا انسيرت او ايكويشن واقول له نيو ايكويشن، اضغط على السهم وانزل تحت على نيو ايكويشن، افرض يا عم انا عايز اعمل حاجات فيها انتجرالز تكامل، مثلا تكامل كذا كذا كذا، اهو كل حاجه موجوده. يعني مثلا تكامل اهو، هكتب مثلا تكامل مثلا يعني من 10 مش عارف لصفر، تكامل مثلا سي 6 اكس، هيجي هنا في العلامه بتاعت التكامل كاتب 6 اكس مثلا، بقت معادله. طبعا اي حاجه ممكن ادخل فيها حاجه تاني، يعني زي ما قلت لك الديزاين مفتوح، بمعنى انت انسيرت ايكويشن، لا كده نرجع تاني، دي كانت 6 اكس اللي احنا عملناها من شويه، مش مشكله. لو انا عملت انسيرت ايكويشن هنا اقدر هنا بمنتهى السهوله اي شكل معادلات ساين مش عارف ليميتس نهايات ماتريكس كمان لو عايز، يعني اقواس طبعا هنا برضو الاقواس اللي انت هتعتمد على اقواس اهي، قوس كده وتحط جوه الحاجه، قوس اللي هو المفتوح اللي هو المربع بتحطه جوه الحاجه، قوس كده يعني كل ما تتخيله انت تقدر تعمل ديزاين اللي انت عايزه. يعني فلنفرض ان انا عايز اعمل المعادله دي في قوس، اي جاي هنا كده ورايح انسرت، ممكن اخد كل الكلام ده كوبي يعني او كات، يعني مش عارف هيكبيره ولا لا، المفروض ان انا كنت لو انا عايز اكتبه في قوس يعني كنت المفروض كبيرته من الاول، بس يعني انا بجرب كده ايه، اهو كبير عادي خالص، يعني ممكن انا بعد ما خدت كوبي من ده كله همسح الكلام ده، بقت المعادله موجوده في قوس اهو. القوس نفسه جواه ممكن تحط ديزاين زي ما انت عايز، يعني ابدا بده بلاش المعادله دي، تعالى نعمل معادله جديده في مكان تاني، نضغط في حته كده تانيه ونعمل انسيرت معادله تانيه، قوس مثلا ثانية insert equation انت عايز في الايكويشن دي براكتس مثلا قوس كده او قوس مربع كده اهو. القوس ده بقى عيش في حياتك، جوه القوس انت عايز تعمل حاجة قص حاجة مثلا 5 مش عارف قص 8 اي رقم، انا بفترض اي حاجة، بعد شوية هتضغط على السهم كده الاسهم تنزل تحت، عايز تكتب زائد مثلا، عايز تضيف كسر اهو مش عارف زائد 7 على 15 او رموز 7 على اكس ايا كان، اطلع فوق تاني بالاسهم امشي، عايز تضيف طبعا الراديكال اللي هو الجذر، جذر حاجه قص حاجه، جذر تربيعي جذر تكعيبي،
كل اللي انت عايزه اهو، مثلا جذر تكعيب الحاجة زائد تكتب هنا علامة دي مثلا الجذر التكعيب مثلا ل27 اي رقم، وتكتب هنا بقى من دي كده تكتب مثلا زائد مش عارف ايه. يعني انت ممكن كمان الديزاين تتحكم فيه زي ما انت عايز، وتضيف حاجة جوه حاجة، يعني الحاجات دي مش كلها مع بعض، كله بيتخش جوه بعضه عادي جدا. انت ممكن تدخل زي ما عملنا كده السكريبت في الفراكشن، في الراديكال اللي هو الجذر، في الانتجرال، في التكامل، اي ديزاين معادلة تقدر تعمله وتتحكم فيه بمنتهى السهولة وتتحرك بيها وتبقى معادلة معاك زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. يعني دي اشكال سريعة طبعا الدكتور محمد عباد الطالب ان انت ترسم على الورد عشان اخراج الحاجة بتاعتك يبقى كويس. فيعني زي ما احنا شفنا كده اقدر ارسم قطاعات، اقدر طبعا القطاعات دي ممكن احط لها ابعاد اعمل اللي انا عايزه، اقدر ارسم اشكال سبورتس واحمال، اقدر ارسم دوائر بقى اسهم خطوط وكيرفات. يعني برضو انا ما عملتش كيرف انما موجود ان انت تعمل كيرف مثلا من 3 نقط اهوت، مثلا تضغط نقطة وبعد كده تجي رايح ضغط في نقطة تانية وبعد كده ضغط في نقطة تالتة، اديك شكل الكيرف، اضغط اسكيب وحرك بقى الكيرف زي ما انت عايز. يعني ممكن تعمل كذا كيرف، يعني بقى لو عايز ترسم برابلة ترسم مش عارف ايه اي حاجة في الدنيا تعرف تعملها، يعني ظبط بقى زي ما انت عايز. يعني كله موجود فين الاشكال في الانسيرت شيبس دي، كل الاشكال اللي ممكن تتخيلها. طبعا يهمنا الاشكال الرئيسية، يعني ما يهمناش قوي الحاجات بقى اللي هي الاسهم والحاجات الغريبه شويه اللي مش هتفرق معانا كتير، يعني حاجات الديكور يعني يهمنا بس البيزكس نرسمها. ما ننساش نعمل قصه الجروب، لان بعد ما بعمل الجروب زي ما قلنا كده الحاجه بتبقى ايه سهل ان انا اتعامل معاها وتبقى خلاص تمبلت. يعني انا كده عملت تمبلت للهنج، تمبلت رولر، ممكن اعمل تمبلت الفيكسد انترميديت هنج، تمبلت للتكست بوكس، يعني وطبعا ديزاين المعادلات وكل الكلام ده كله زي ما حكينا. يعني ده سريعا كده ازاي اقدر اتعامل الناس اللي كانت بتسأل وبتشتكي انها مش عارفه ترسم على الوورد وترسم ازاي وتنسق ازاي. زي ما انتم شايفين الموضوع مش صعب، بس هو طبعا يعني محتاج شويه كده ايه متابعه ومجهود، لكن انت معاك وقت وده بحث مهم ولازم يتعمل كويس ويبقى اخراجه كويس عشان الشغل يبقى مظبوط ومرضي. وسكرين شوت والحاجات دي مش مقبوله، يعني ما انتم عارفين الكلام ده مش مقبوله انها تبقى سكرين شوت، والكلام ده هتقلل من تقييم البحث بتاعك طبعا، يعني ويمكن تبقى مرفوضة بالكامل يعني على كلام دكتور محمد ورافضها بالكامل يعني. فأتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده كده وعرفتوا ازاي تتعاملوا في الوورد في الحاجات دي، طبعا مع الكتابة بقى والتنسيق والكلام ده. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.